حلقة جديدة من برنامجكم رواد النجاح. كما عودناكم نستقطب عدد من الوجوه الناجحة داخل دولة الإمارات. واليوم معنا الأستاذ عبد الله مؤسس شركة عيون السكر تجارة الأدوات البيطرية. أهلا وسهلا أستاذ عبد الله، نورتنا اليوم. أستاذ عبد الله، ممكن حدثنا شوي عن بداياتك قبل أن تفتح أي مشروع أو تأسس أي شركة، يعني أول ما جيت دولة الإمارات؟ أول ما جيت دولة الإمارات كنت شغال عند ناس، يعني شغل العادي، موظف عادي. بعد كده مع الأحداث في الدولة والتسهيلات، لقيت كل الأمور هنا في الدولة متسهلة من ناحية مصالح حكومية، من ناحية المشاريع، أن أي حد يقدر في دولة الإمارات متسهل كل شيء. فكرت دائما أن أنا يكون عندي تحسين في الوضع، ففكرت أن أنا أترك شغلي وأبدأ في مشروع صغير، وفعلا الحمد لله رب العالمين وفقت فيه كمشروع صغير. بعد ما فتحت المشروع طبعا بدأت أفكر دايما للتطور في المشروع، فبدأت العملية الحمد لله تمشي وبدأ في تطور. بدأت أن أنا أفكر أفتح فرع جديد اللي هو الأدم البيطرية، برضو الفرع الحمد لله نجح وحقق كويس معايا نجاح. يعني بعد ذلك بعد ما الاثنين اشتغلوا بدأ يعني أول شيء بديت الفرع واحد. نعم. بعدين قررت أن أفتح عدة فروع. مظبوط. نعم. اوكي، شلون جاتك فكره؟ مين اعطاك فكره المشروع، ولا هذا كان تخصصك قبل؟ ده اصلا كان شغلي قبل، يعني انا اصلا ده كان شغلي قبل ما افتح المشروع. يعني دراستك هذه قبل فكرت انك تفتح تجاره؟ اي شيء تجاري. نعم. اوكي تمام. شنو خدمات شركه عيون السكر؟ عيون السكر بتوفر اكتر من حاجه، يعني اول شيء الادويه البيطريه في صناعه الدواجن، متخصصين اكتر في صناعه الدواجن وكتجهيزات عامه للمشروع. يعني احنا نبدا مع الكاستمر من الالف الى الياء، حتى اللي هو بالنسبه لتوفير دكاتره بيطريين برضه موجود عندنا، ما اللي هي العيادات المتخصصه اللي هي تخدم المزرعه كاشراف طبي، كمعدات، كادويه، يعني من كل ما يحتاجه هو. يعني حتى الاشراف الطبي عندكم موجود؟ نعم عندنا العياده موجود. اوكي، يعني اي شيء يختص ان اشراف طبي وادوات كل شيء موجود؟ موجود. نعم مجهزين. تمام. شو تطورات الشغل اللي عندك، يعني شو حسيت انك تطورت فيه اول ما فتحت هذا المشروع؟ طبعا ان انت بتبدا في وسط السوق الموجود، ان انت تبدا تظهر وان انت يبقى لك اسم، وتبدا ان انت تخش في وسط طبعا في اكبر مني بكتير ناس في المجال، فان انت ابدا اظهر في وسطهم ويبدا عليا مثلا ان انا اقبال، فده طبعا الواحد بيحس بالنجاح فيه. اوكي استاذ عبد الله، شنو المواد اللي عندك؟ المواد اللي عندك؟ احنا معانا 3 وكالات، دول رئيسيين في الدواء، غير وكالة تانية في المعدات. وكالات الدواء عامة بأكتر 3 دول زي ما قلت لك، بولندا وإيطاليا والهند. احنا بنستورد كل دولة بيجي منها شيء معين، يعني مثلا دولة زي الهند بيجيب منها سبليمنت، ده كله إضافات أعلاف. إيطاليا بنجيب منها برضو بس سوائل، يعني نفس الحاجات دي بس سوائل. بولندا بنجيب منها اللي هي الميلك بريسر اللي هو اللي بنستخدمه للعجول، للحاجات اللي هي المزارع الكبيره. طبعا ديت كخدمات عامه اللي هي بيحتاجها المزرعه عامه، من فيتامينات على حاجات اللي هي المينرال زي الايدي 3، الحاجات اللي هو عامه بيحتاجها المزرعه احنا موفرنا من الالف الى الياء. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الدكتور احمد عبد الله، مؤسسه الصقر للادويه البيطريه. طبعا المؤسسه دي احد فروع شركه عيون الصقر لتجاره الادويه البيطريه. طبعا هنا تعتبر منفذ لبيع الادويه البيطريه في الخاصه بعيون الصقر لتجاره الادويه البيطريه، وايضا كمان الادويه اللي موجوده من الشركات الاخرى. يعني
طبعا هو المنتجات احنا عندنا في المنتجات الموجودة عندنا طبعا الشركة الايطالي اللي هي التكنوزو اللي بتحتوي على الاي دي 3 اي الاويل ليكويد ده الفيتامينات وايضا الاي سيلينيوم الايفيت ليكويد وكمان الكوكس ستوب اللي هو رافع المناعة الكوكس ستوب ليكويد. طبعا الشركة في حد ذاتها فيها أكتر من منتجات فيها أكتر من 20 منتج لكن دي المنتجات اللي احنا مبدئيا بدأنا نركز عليها يعني تمام. طبعا عندنا ايضا شركه كايزن بايوسينس الشركه دي شركه هنديه برضو منتجاتها معروضه الاي دي 3 اي عندنا الاي سيلينيوم الكي زد امينو الاحماض الامينيه تمام. دي احد المنتجات دي بعض المنتجات وفي ايضا منتج اللي هو المين فيت فورت والكي بي اس توكس وخلافه. برضه احنا عندنا ايضا الادويه الخاصه بالصقور طبعا الجماعه اللي هم هواه الصقور في ادويه خاصه بالدود الجلاع الدود مع الكوكسيديا ادويه الخاصه بالمضادات الحيويه الخاصه بالصقور ايضا حاجات العضلات وخاصه بالصقور ادويه القطط والكلاب ادويه الحمام بانواعها في كل انواع الادويه الخاصه بالحمام اللي بيحتاجها المربين الحمام ايضا الاكل الخاص بالكلاب والقطط البيت انيمال حيوانات الخاصه المنزليه ده معظم الادويه اللي موجوده ايضا حاجات السموم اللي بتستخدم في قتل القراد والقمل الخاص بالحيوانات والمطهرات البكتيريا والفيروسات اخر حاجه عندنا بالنسبه اللي هي التطعيمات الخاصه بالدواجن وخاصه ايضا بالاغنام في جميع انواع التطعيمات اللي بيحتاجها الحيوان طبعا احنا عندنا التطعيم مرتين في السنه في شهر 3 وشهر 9 في بعض التطعيمات وفي تطعيمات اخرى بتكون بس مره واحده في السنه خاصه بالاغنام اما الدواجن في جميع انواع التطعيمات الخاصه بامراض الدواجن موجوده عندنا ان شاء الله. طبعا احنا عندنا ايضا كمان الفقاسات بانواعها فقاسات البيض اللي بتستخدم في تفقيس جميع انواع البيض طبعا بيض الدجاج الفري البط الوز النعام جميع انواع البيض اللي بيستخدموه طبعا في 48 بيضه في احجام مختلفه طبعا في احجام صغيره احجام وسط واحجام كبيره في 48 بيضه في 264 في 352 بيضه وفي احجام صناعيه اللي هي بتستخدم في الكميات الكبيره زي 38400 بيضه طبعا الفقاسات دي كلها قطع ايطالي تجميع اماراتي فقاسات الادهم كامله اوتوماتيك بس طبعا المستخدم العادي بس بيحط البيض وبيحط الميه والباقي بيكون اوتوماتيك بالنسبه للتقليب بالنسبه لدرجه الحراره وكل حاجه. التطورات طبعا اللي جت علينا ان انت بدات تخش في المجال كمجال اللي انا شغال فيه بدانا في حاجات ما كنتش عندي الامكانيات ان انا اوفرها في مجال عملي بدات ان انا الحمد لله رب العالمين اوفرها بدا عندي جروب عمل متكامل يعني انا بقيت اوفر الاول كنت انا بحتاج لبنود ما انش قادر اوفرها خاصه في عملي لسه في الاول حاليا دلوقتي انا بقيت ملم بالموضوع من ناحيه توفير الادويه توفير المعدات توفير كادر طبي موجود ان هو احتياجات المزرعه من الالف الى الياء للمستهلك الاخير كصناعة دواجن او اللي هو اللارج فدي طبعا تطورات بالنسبه لي تطورات سريعه وكويسه يعني. اوكي تمام كونك وافقت دوله الامارات شنو قدمت لدوله الامارات؟ انا ايه اللي انا قدمته لدوله الامارات؟ دوله الامارات قدمت لي كل شيء يعني انا التسهيلات من الالف للياء هي الامارات يعني فضل ربنا ثم الامارات هي عليا هي يعني لولا بعد رب العالمين هي الامارات اللي انا فيه ده كله من التسهيلات من مصالح حكوميه سهله جدا من مشاريع تقدر تعمل مشروع بكل سهوله امن وامان
فانت ما في اي وقت انت بتنام مش خايف، يعني انت يعني انا بالليل انام انا بفكر اعمل شيء جديد، مش هفضل على ما انا فيه. نعم اوكي تمام. طيب شنو رساله الشكر اي شخص وقف معك قبل ولا الحين انت بتقدم له رساله؟ والله في اول شيء يعني اشكر الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد شيوخ الامارات، وطبعا الفضل الاول والاخير بعد ربنا للشيخ زايد ان احنا طبعا عايشين في خير ولحد دلوقتي، وما زلنا يعني في الافضل، في تطور دايما في دوله الامارات، فالواحد بيتمنى ان هو يكون في المسيره هنا ما يسيبش الدوله يعني ان شاء الله. اوكي كونك انت يعني الحين قدوه للوافدين الثانيه، شو بتنصحهم اللي توهم جايين على دوله الامارات؟ انصحه يجي ما يخافش وما يسمعش لحد، ودايما ياخد قراره، في اهم شيء يكون ملتزم، لان الدوله هنا بتحب الالتزام جدا. الملتزم الدوله بتعطيه اكتر مما يتخيل، اما اللي مش ملتزم انصحه ان هو فعلا يغير رايه، لان في احنا يعتبر من احسن الدول الموجوده كشعب كاسره كرفاهيه كمصالح حكوميه سهله جدا، كمثلا يعني مهما قلت عنها مش هديلها حقها، يعني لان فعلا احنا عايشين مش عمرنا عمر ما حسيت انا كشخص عمر ما حسيت ان انا غريب في الدوله هنا. ايوه استاذ عبد الله انا اشكرك على تواجدك معنا اليوم على استضافتنا عندك الطيبه هذه، ان شاء الله نشوفك في الايام. انا بشكركم ان تشرفت بيكم، ده شرف ليا وشرف للشركه. مشكور. اعزائي المشاهدين كده تكون حلقه اليوم من رواد النجاح انتهت، ونشوفكم في حلقه جايه ان شاء الله.